يقلب صاحب هذا المحل دفاتره التي امتلأت عن آخرها بالكريدي أو بالدين من قبل زبائنه، فأصبح التعامل به أمر محتوم لا مفر منه في ظل الجائحة. الكريدي يظن هذا خير ربي، هذه 7 شهور نتاع كورونا هذه. الشعب ماش عنده. الكريدي السلعة زادت وشي غلا. والشعب ماش عنده وكارني معمر. شحال عندك هذا؟ 10 مليون و15. زاد بالبزاف كاع هذه 7 شهور، انا لاحظ الكريدي ارتفع نيشان، المواطن ما عندهش باش يخلص. كاين اللي مسكين ماشي خدام، كاين اللي كل واحد عنده المشاكل تاعه. احنا لحقنا حتى ال 20 30 مليون هكا كريدي. وكاين اللي كيما نقولوا يخلص بالشهر، كاين نتعاملوا معاهم بالشهر. نديروا لهم صفحه كيما نقولوا باش بالشهر تاعهم، وكل خطره على في الشهر يجي يخلصنا نورمال. ارتفاع أسعار المواد واسعة الاستهلاك وتدني القدرة الشرائية للمواطن البسيط وحتى ميسوري الحال أدى إلى تفاقم ظاهرة الكريدي التي أرهقت جيوب المواطن وكاهل التاجر. حنا اللي نضغط ما عندناش باش نشرو. هذه هي السماعية. يعني كانت المدة زادت بزاف. زادت هاو زادت ولا ما زادتش ولا زادت. وكاع حنا حياطين، ولادنا حياطين، كل قاعد الدنيا حياطة. وما كانش اللي راح يحسن العون يقول لك اللي راح يحسن العون المواطن. السلعه كيفاش تشوفها؟ ها السلعه كلنا نشوفها بعينينا وما ندوهاش، وخاصة في الدار ما ندوهاش ولا غاضب. يعني ما تقدكش لاباي تاعك تاع الشهريه، اذا تلجأ للكريدي. كاين اللي مول الحانوت اللي ما يمتش، كاين اللي عنده مشكل، كاين اللي عنده ديكلاري فايت ما يجيبش، يعطيك كل شهر كل شهر كل شهر شو بزاف. ارتفاع الاسعار المواطن دائما يشكي في هذه 8 شهور، هذه 9 شهور تاع كورونا. تجار الخضر والفواكه هم كذلك لم يسلموا من هذه الظاهرة. الجائحة هذه قوى علينا الكريدي بزاف، بصح الحمد لله ما عليش، ما اللي عنده يخلص واللي ما عندهش فاني الله يسمح له. زوج ثلاثة خطرة تلحق كلها والصبر والحمد لله. لا تحرجني بالكريدي حتى لا أحرجك بالرفض، عبارة لا طالما كانت تعلق داخل المحلات فأسقطتها معالم كورونا، مثلما أسقطت وحدثت تغييرا لملامح وجه العالم.